وانتقد الدكتور المهندس عمار جبر خليل الإهمال الحكومي للاستثمار في الحقول النفطية في صلاح الدين رغم ما تحققه من عوائد مالية وفرص عمل كبيرة للعاطلين، مؤكدا عزمه على دفع الحكومة الاتحادية لتأمين حقوق محافظة صلاح الدين بالكامل ومعالجة البطالة من خلال استثمار مواردنا الطبيعية التي ما زالت مهملة. المرحب الثاني والمهم جدا انه احنا بعد ان يكون هنالك امن بهذه الاجراءات التي يجب ان تتخذ من الدوله، محافظات العراق العماره الناصريه البصره واسط كلها محافظات فيها استثمارات نفطيه، الاستثمارات النفطيه جعلت كثير من اهالي هذه المناطق أن يكونوا عاملين وأن يتم تنمية هذه المناطق بصورة أكثر، لكن إحنا محافظة صلاح الدين 13 حقل نفطي لم يتم درجها ضمن جولة تراخيص ولا ضمن استثمار، ولا نعلم السبب لماذا لا يتم استثمارها بشكل كامل. متوفر لي أكثر من 45 ألف فرصة عمل. كل هذه القضايا يجب أن نستذكرها جميعا وأن نبقى نطالب بها بشكل أساسي، وكل شيء في صلاح الدين لن يأتي ما لم يستقر الأمن الحقيقي. لذلك يجب أن يكون هنالك وقفة جادة من الحكومة المركزية للنظر إلى كل المتعلقات الموجودة من القيادات الموجودة من سامراء إلى بلد إلى طوز إلى أي مكان في محافظة صلاح الدين.